فنانة دمها خفيف جدا، وهي صديقة ليا برضه بحبها قوي، وشايفة ان هي من الكوميديانات الحقيقة اللي المفروض كانوا يبقوا في حتة تانية خالص. انا شايفة انها اتظلمت كتير جدا، برغم ان هي نجمة وفنانة معروفة وليها بصمتها الخاصة، وهي من ضمن الناس اللي في كلمة كده من ساعة ما هي قالتها في مشهد مع الليمبي، والكلمة دي معلقة معانا بأدائها اللي هي أكاد أجزم. أكاد أجزم، الكلمة دي كلغة عربية بالنسبة لي مش عارفها حقيقي، بس لما هي قالتها في الفيلم أنا قعدت أدور يعني إيه أجزم دي يعني، فهي كانت السبب في إن أنا بقول الكلمة دي بهذا الأداء. كانت مع حسين الإمام في برنامج حسين على الهوا معايا ومعاكوا، أحلى حلقة مع نشوى مصطفى أم عبد الرحمن. مش هنسلم مش هندوس. أهلا بالفنانة الجميلة نشوى مصطفى. ازيك يا نشوى؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. نشوى النهارده هنتناقش في موضوع لذيذ جدا معتمد على مثل شعبي بيقول الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. سد واستريح، مظبوط. الو، مساء الخير يا استاذ حسين. مساء الخير يا استاذ حسين. مساء الخير يا استاذ حسين. بتقولي انت؟ الو. ايوه اهلا، نتعرف بحضرتك رضا. عارف حضرتك، اهلا وسهلا. معاك رضا صديق من شبرا الخيمه. الفنانه نشوى مصطفى معاك. ممكن اتكلم مع مدام نشوى؟ ايوه زي حضرتك، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نشوى؟ الحمد لله زي حضرتك، منوره والله. الله يخلي حضرتك، ميرسي. مدام نشوى مصطفى معايا. ايوه. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك. حضرتك بتقول النور اتطفى فين؟ مدام نشوى مصطفى. ايوه اتطفى. لا حضرتك مصطفى، احنا اتكلمنا على حكايه انقطاع التيار. ايوه حضرتك، انا مع حضرتك. انا ما قلتش كده. انا مع حضرتك. ازاي حضرتك؟ بصراحه انا بحييكي على اعمالك الجميله، وعمرنا ما شفنا لك فيلم وحسينا بملل. حضرتك ازاي بتشعر بملل لما بتشوف فنانه نشوى مصطفى؟ لا حضرتك استاذ حسين، ما قلتش كده يا استاذ حسين. بقى ما هو يا جماعه احنا اتكلمنا كتير قبل كده ان احنا نتكلم بس ما نعملش احراج لحد. لا حضرتك. ملل ازاي؟ ما حسيناش بملل. لا خلل في ايه حضرتك؟ ما حسيناش بملل في جميع اعمال مدام نشوى. هو قال بقى. انا ما قلتش كده. حضرتك انا معاك فنانه نشوى مصطفى. حضرتك ما قلتش ان ايوه حضرتك كان معلش استاذ حسين، كان في يعني النهارده تدريب رمايه، فحصل له بس شويه التهاب في العصب بتاع السمع، لكن انا مع حضرتك يعني. انا متشكره جدا انك مش بتحس بملل يعني من شغلي وكده، فانا مبسوطه جدا يعني. احنا معانا رساله بالصوت والصوره، نشوف الرساله ونعلق عليها. نشوى مصطفى، انا هحكي لكم عنها حكايه صغيره. انا عشت طول عمري احلم بالفرصه الكبيره في السينما، واخيرا جاني الدور اللي كنت بحلم بيه، رقاصه في فيلم كوميدي. راحت نشوى مصطفى فقعاني زومبا وخطفت الدور، ومن ساعتها جاني اكتئاب وبتعالج في مصحة الأصدقاء بحلوان. أنا راضية حكمكم، مين أصلح لدور الرقاصة، أنا ولا نشوى مصطفى؟ أنا حاسس إنها بتتكلم عن حاجة فيها الرقص والرومبا. قالت حاجة رومبا؟ لا، أنا أحب أصحح حاجة بس للناس، معلش ثانية واحدة. انا عمري ما باخد ادوار من حد خالص، ولا اعرفها دي ولا شفتها، ممكن يعني ما اعرفش دي بالظبط. بتقول انها بتعالج في مصحه نفسيه اساسا، فانا ما اعرفش اساسا انتوا جايبينها منين ولا مصورين معاها فين. الو. ايوه يا فندم. مساء الخير يا استاذ حسين. ايوه اهلا، نتعرف بحضرتك. انتوا عودتونا في كل حلقه تقدموا لنا فقره باليه. ايوه برنامج قال ايه؟ ايوه فقره باليه. فقره الباليه. فقره باليه. أيوة. عندنا فقره باليه. هنقدم دلوقتي معانا الفنان عاطف شعلان. يتفضل الفنان عاطف شعلان، نشوف فقره الباليه مع بعض. لا بتتفرج ولا ايه؟
شكرا استاذ عاطف. متخيلة ناشوة وهي شايفة فقرة next.